من المؤكد أنك تتضور جوعاً يا صديقي الوفي. هذا يكفي. ماذا فعلت بالتنين يا جانجرين؟ لم أكن أنا الفاعل دريدوينغ، بل هذا بسبب أولاد أمبر. كيف يمكن أن تؤذي حشرة صغيرة حيواني؟ تحمل الحشرة فيروسا قويا جدا. وكيف لم تؤثر لسعتها فيك أنت؟ يبدو أن هذا الفيروس لا يؤذي سوى التنانين. تخيل مدى الأذية التي يمكن أن يسببها عدد كبير من الحشرات. أجل. إنني أتخيل إن ماتت التنانين بسبب مرض ما، تسقط معها مملكة بكاملها. أنا واثق بأننا نستطيع استغلال الأمر لصالحنا. كم سيبلغ العدد خلال الأيام المقبلة؟ ستنتج هذه الآلة الإلكترونية الملايين من الحشرات، فتهجم الآلاف منها على كل تنين موجود في إيرلاندس. عندما تطير حشرات جانجرين، ننقسم قسمين ونهجم. سوف نفصل التنين عن الحشرة. هناك الكثير من التنانين، وهي بالكاد قادرة على سحق حشرة واحدة. سترين يا نكتورنا، سوف أتمم خطتي لحظة أحرر الحشرات من الآلة. ستقود الحشرات التنين إلى القبر. أنك مضطر إلى التخلي عن جناحيك سمت. قريباً ستصبح عجوزاً عاجزاً عن المحاربة. حاول أن تستمر بذلك. إن وصلت تفوه بهذا الكلام، فسيخيفك العجوز من الوجود. هل رأيت ذلك جيداً؟ بالطبع لا، لا يمكنك ذلك. لا تكون الرؤية واضحة في سنك. إذن استغل قدرتك على النظر كي تعلم سبب نضالنا. ومن أجل ماذا نخوض المعارك؟ ألأننا نظن أن الكوكب كان على هذه الحال سابقاً؟ دراجون فلايز واحد، هذا إنذار من فئة دي ثلاثة. فليستعد كل المحاربين للمعركة، اتخذوا مواقع الطوارئ فوراً. دراجون فلايز إلى الأعلى. لقد التقطت الرادارات من مسافة بعيدة نوكتورنا، ويرافقها فريق من دراك درامن. ليس من عادة دراد أن يشن الهجوم بهذه الطريقة. لا يهم ما يخططون له، أريد أن تتم المواجهة وأن نضع حدا لهم قبل أن يصلوا إلى جونا. يبدو أننا وجدنا ما كنا نبحث عنه. فلننفصل. إيباكس تعالي معي، سامت وبيك اذهبا معا. أه.
سنرى إن كنت قادر على التحدي. سوف تخفي الغيوم الحشرات. ولن يجدونا نحن أيضا. ثم خطب ما، فلنصعد ولننتظر وصولهم. يبدو أنهم لم يكونوا مستعدين للقتال، ولكنهم لا يفكرون إلا في القتال. أيباكس محقة، ثمة أمر مريب في الموضوع، من الأفضل أن نعلم سكاي واتش. سكاي واتش، دراغون فلاي واحد يتكلم، لقد انسحب العدو، سوف نعود إلى أرلاندس. هذا التنين متعب. ما الخطب ستورم؟ زينث، وينغ ستورم مريض. أيباكس، هل يمكن أن تعرفي ما الخطب؟ يصعب عليه التنفس، جناحه ثقيلان، لا أعرف ماذا يحدث لي. ساعدوني يا دراغون فلايز، أنا لا أستطيع أن أرى، لا أستطيع. أيباكس، اصحي بسرعة. سكاي واتش، أنا دراغون فلاي واحد. معك سكاي واتش. ابدأوا عملية الطوارئ حالا، إننا قادمون بسرعة. كم عددكم؟ جميعنا. اتجهوا نحو التنين وأبعدوه عن هذا المكان، ستصل ثلاثة تنانين بعده. انطلقوا، هيا بنا. سأبقى إلى جانبك، ستكون بخير ستور، صدقني. أصيب ثلثا التنانين الكبيرة بالمرض. لن يبقى لنا تنين واحد بحلول الفجر. مما تعاني التنانين يا أبي؟ إنها تنقل عدوى في دمها. أظهر التحليل أن العدوى أتت من نوع نادر من الحشرات. بحسب ما تذكرون، هل صادفتم فصيلة ما من الحشرات؟ لا أبي، ولكن كان يوجد معنا في الغيوم شيء ما. على الأرجح هذا هو سبب انسحاب نوكتورنا بسرعة. هل يوجد دواء؟ قبل أن أعطيك جواباً، أحتاج إلى عينة من يرقة حشرة بشرنقتها، وإن كان دراد السبب وراء ما يجري فلا بد من أنه يعلم ما أريد وأنه ينتظر قدومك. لن ندعه ينتظر وقتاً أطول، سننطلق نحو الأرض القديمة حالاً. اهدئي أيتها الفتاة، اهدئي. أنا أقبل استبدال التنين الجديد بالقديم في أي لحظة. لحسن حظنا لا تزال التنانين الصغيرة قادرة على الطيران. أيباكس، هل يمكنك أن تتواصلي مع هذه الزواحف الصغيرة فتأمريها بالهدوء؟ أنا أحاول ولكنها تصدني، فهي لم تعتدي التواصل بعد. الأفضل أن تعتاد ذلك بسرعة لأننا سنواجه وينبيتس. إلى الأسفل، انزل إلى الأسفل، هيا. ما تحتجت إلى نصيحة في الطيران فاسأل هذا العجوز أمامك يا بيك. هل ترى كم يسهل على الحشرة إيجاد الأخرى؟ حتى لو كانت الأخرى من البشر. دراغون فلايز، إلى الجهة الأخرى، استديروا وأطلقوا النار حالا. خافت من انفجار البلازما، لذا هي تأبى الحراك. فلنرحل من هنا. دراغون فلايز، إلى الأعلى.
إن حركت جناحيك فسوف أقتلك يا دراغون فلاي. يا للروعة، لقد أتت نهاية دراغون فلايز كما تنتهي الأمور الجيدة. لا تضع كل ثقتك في جيش غريموينغز يا دراغوينغ. تقبل الانهزام زنث، لقد غلبت حشرة بسيطة أفضل التنانين لديك. لقد بدأ عصر جديد، نحن في السنة الأولى من بي تي، أي بعد التنين. الانقراض عملية بسيطة. لن تصبح إيرلاندس لك أبداً. أو حقاً؟ كم أنت شجاع يا سامت، ولكن في الواقع من دونك أنت وتنانينك لكانت إيرلاندس وقعت كالحجر، وعندها ينتهي تاريخ البشرية عبر الزمن. لم تنتهي معركتنا بعد. دراغوينغ، يجب أن نخرج من هنا. صحيح أنني لا أرى بوضوح، ولكن يبدو لي أن هذا هو حقل القوة. مهلا قليلا، دريم من فصيلة التنانين، أمستعدة للتحدي يا إيبكس؟ يمكنني المحاولة. هل يفسر لي أحدكم معنى هذا الكلام؟ أفضل أن أريك ما نقصد. إلى أين أنت ذاهب؟ خائن! هيا بنا، سوف نتبع التنانين في وجهتها. إيبكس، جدي القفيرة وعودي إلى أبي حاملة اليرقات معك. حسنا يا زينة. هذه المرة لن أرحم أبدا. ما سبب حرماني من أن أستمر ببحثي؟ علي أن ألبي حاجات الفقير. طلبت دراغوينغ رؤيتك. ولكن لا حاجة إلى ذلك، قولا له إنني شفيت بلاك هارت من مرض النوم الذي أصيب به. أمركما بأن ترمي المتحول دراغون فلاي. لقد خسرت. ألم أقل لك إنني أمرك بذلك؟ لقد التقينا للتو. ابتعدي عني بسرعة. ليتك تتوقف الحذر كي لا تجرحني في الصميم. أطالبك بالدواء وأريده الآن. أرني مكان القفير فورا. لا أفهم ماذا تقصدين. لا ترميني. هذا رهن بك أنت. حسناً حسناً، الفقير موجود في الخارج في هذا الاتجاه. هل تحتاج إلى المساعدة؟ كيف تفعل إيبكس ذلك؟ ربما رأسها أقوى من رأسك. يجب أن نبعد التنانين عن هذا المكان قبل أن تأتي الإمدادات. يحتوي السائل الذي تتغذى به الحشرات على مواد حيوية قادرة على إلغاء مفعول لسعتها السامة. حدوث ذلك يشبه المعجزة آنستي. إلى إيرلاندس، أجبني. إيبكس تتكلم. جهزوا التنانين، لقد أحضرت الدواء.
من هنا. لا داعي لأن نتبعهم، إذ لن يخرجوا من هناك أحياء أبداً. هل تخلصنا منهم؟ ليت الحياة بهذه السهولة. ما هذا الصوت؟ لم يصدر عن معدتي. انتبه. سامت، إنه لا يرى بل يجذبه الصوت. هاي أنت، انظر أنا هنا. لا، بل أنا هنا. فليخرج الجميع، سأبقيه هنا. لا يمكننا الرحيل. هيا نفذ الأوامر يا بيك. لما أبدأ الآن بإطاعتك؟ لن أجادلك، كفى واذهب حالا. دراغون فلايز إلى الأعلى. هيا. فلنحررها من السلاسل بسرعة، سوف نخرجها عبر الأنفاق الرئيسية. إنهم يتبعوننا. اهجم عليهم بلاك هارت. لا تطير هذه التنانين بالسرعة الكافية. يقتربون، لا تتوقف ولا تنظر إلى الخلف. الأمر المجهول لا يؤذي المرء. هذا رأيك أنت. انظر جريت دراغون، ها قد أتى ريبتور. وينج ستار. استديروا نحو مدار اليمين بسرعة. استقصيتم أياما من حياتكم يا دراغون فلايز، سيكون لقاؤنا التالي آخر لقاء بيننا. وعود وعود، فلنعد إلى الوطن. صحيح، يحتاج الرجل العجوز إلى الاستراحة. حسنا، عليك أن تعرف شيئا يا بيك، أن تكرارك لكلمة عجوز يجعلك مزعجا كالحشرة. هل أسديت إلي معروفا سمك؟ إياك ولفظ كلمة حشرة. بشرط واحد، هو أن تحمل التنين الرجل العجوز من هنا وصولا إلى إيرلانديس. On the earth below. Shall know men once walked upon the earth below, but now we fly at mega height. Long live Atlantis, flight is might. Dragonflies, maximize, fly forever.
ماذا فعلت بالتنين يا جانجرين؟ لم أكن أنا الفاعل دريدوينغ، بل هذا بسبب أولاد أمبر. كيف يمكن أن تؤذي حشرة صغيرة حيواني؟ تحمل الحشرة فيروسا قويا جدا. وكيف لم تؤثر لسعتها فيك أنت؟ يبدو أن هذا الفيروس لا يؤذي سوى التنانين. تخيل مدى الأذية التي يمكن أن يسببها عدد كبير من الحشرات. أجل، إنني أتخيل، إن ماتت التنانين بسبب مرض ما، تسقط معها مملكة بكاملها. أنا واثق بأننا نستطيع استغلال من المؤكد أنك تتضور جوعا يا صديقي الوفي. هذا يكفي. أمر لصالحنا. كم سيبلغ العدد خلال الأيام المقبلة؟ ستنتج هذه الآلة الإلكترونية الملايين من الحشرات، فتهجم الآلاف منها على كل تنين موجود في إيرلانداز. عندما تطير حشرات جانجرين ننقسم قسمين ونهجم. سوف نفصل التنين عن الحشرة. هناك الكثير من التنانين وهي بالكاد قادرة على سحق حشرة واحدة. سترين يا نكتورنا، سوف أتمم خطتي لحظة أحرر الحشرات من الآلة. ستقود الحشرات التنين إلى القبر.